كل عام وانتم بخير ورمضان كريم وربنا يعيد علينا ايامه بالخير واليمن والبركات. وبما اننا في الشهر الكريم هنبعد خالص عن قصص جرائم القتل او الخيانه او الحاجات اللي تشد الاعصاب، وهحاول احكي لكم شويه قصص لذيذه وشيقه وان شاء الله هتعجبكم. مساء الخير، معاكم احمد. النهارده جايب لكم قصه مثيره وغريبه واحداثها مريبه. النهارده هنتكلم عن الماسونيه، بس مش هنتكلم عن التنظيم الماسوني او اهداف الماسونيه واعضائها، كل ده هنبقى نعمل عنه حلقات جاية. هنتكلم النهاردة عن شيء مش مألوف في عالم الماسونية. من قديم الأزل لحد النهاردة اتعرفت الماسونية بالغموض والسرية، وبالأخص ما يخص أهدافها وخططها، وفي من خططها اللي اكتشف وفي اللي لسه خفي. ومن الطبيعي أن الماسونيين بيمتلكوا أماكن خاصة بيهم بتختلف باختلاف المناطق الجغرافية واللي فيها بيعملوا اجتماعاتهم السرية. طب هتقول إيه لو قلتلك على مكان بيمتلكوا الماسونيين وتقدر تروحه بنفسك في أي وقت والدخول كمان من غير عضوية؟ عايز تعرف المكان؟ طب يلا استعد وشد الحزام وجهز طبق قمر الدين عشان هنشد الرحال على تاني اكبر مطار في العالم، مطار دنفر الدولي. مطار دنفر الدولي اللي موجود في ولاية كولورادو الامريكية هو اكبر مطار في امريكا الشمالية ومن اكتر المطارات اللي تتمنى تزورها. المطار على مساحة تقريبا 150 كيلومتر مربع. شكل المطار يا جماعة بديع وجميل. سقف المطار بيشبه الجبال الروكي المتغطية بالسليج. الموظفين حاجة ولا أروع. التصميم الداخلي روكي وهندسة معمارية فريدة من نوعها. مطار جميل مش كده؟ طب هو لو مطار بالجمال ده وتصميماته في غاية الروعة، طب ليه المطار اتعمل عليه ضجة كبيرة جدا وربطوه بالماسونية؟ وعشان نعرف الحكاية يبقى نرجع للبداية. خلينا الأول نتعرف على قصة بناء المطار. ابتدوا في تخطيط المطار سنة 1989، وتم التخطيط لبناء مطار جديد باسم دنفر من قبل المجلس الإقليمي لمدينة دنفر فيدريكو. وبعد سنة من التخطيط نقلوا التصميمات لمصمم اسمه كورتيز دبليو فونتيرس. وفي سنة 1990 حطوا حجر الأساس للمطار، ودي كانت نقطة البداية للأحداث الغريبة اللي أثارت علامات استفهام كتير عند الناس. حجر الأساس كان عبارة عن مباني تم بنائها الأول قبل ما يبتدوا إنشاء المطار. حتى المباني اللي كانت مبنية أبعادها غير متساوية وكأنها مبنية بطريقة عشوائية. ولما المهندسين القائمين على المشروع شافوا المباني دي وبصوا على التخطيطات والتصميمات قرروا إنهم يهدوا الخمس مباني الغريبة دي واللي مبنية بطريقة مش مفهومة، واللي اتفاجئوا بقرار جالهم انهم يكملوا المشروع ويسيبوا المباني زي ما هي. وعليه المهندسين ما كانش عليهم غير التنفيذ، وفعلا ابتدوا في بناء المطار بس عملوه فوق المباني، وبقت المباني مدفونه تحت المطار لحد يومنا ده. ودي كانت اول حاجه تثير الريبه حوالين الموضوع، والحقيقه كتير سالوا عن السبب لكن مفيش اي رد او اجابه مقنعه. واللي يزيد الاستغراب ان المطار ده كان فيه مطار قبله وكان شغال بشكل كويس جدا، فليه يستغنوا عنه ويعملوا مطار جديد؟ وكلنا عارفين ان بناء المطار شيء مكلف جدا جدا وبياخد فلوس كتير، لكن مطارنا اللي في قصتنا اتبنى بتكلفه تقدر 4 مليار دولار. الامر اللي خلى الناس تسال ليه الدوله تصرف المبلغ الرهيب ده؟ وفي الاول والاخر ده مطار وكان فيه بديل وشغال. والموضوع التاني اللي اثار غضبهم ان المطار مش في مدينه دنفر نفسها، المطار تقريبا مبني في الصحراء وبيبعد اكتر من 40 كيلومتر عن اقرب منطقه سكنيه ليه. واحصائيه كده سريعه حوالين المطار، عدد الركاب من سنه 1994 الى سنه 2008 وصل تقريبا ل 52 مليون راكب. والمطار حاليا بيعتبر من اهم مصادر الدخل لامريكا، والمطار بيعمل مكاسب تقدر بالمليارات سنويا. ومطار دنفر يعتبر واحد من ازحم المطارات اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، والمطار واخد المركز الخامس عالميا في عدد الطيارات اللي بيستقبلها اللي وصل عددها تقريبا ل 625 ألف طيارة. دي كده كانت احصائية سريعة قابلتني وانا بجهز لكم الحلقة. نرجع لمطارنا، ومن الحاجات اللي عملت ضجة هي شكل مدرج الطيارات اللي موجود في المطار. المدرجات لو لاحظتوا واخدة شكل العلامة النازية او الصليب المعقوف، واللي يحير اكتر برغم حجم المطار المهول هم اربع مسارات بس اللي موجوده في المطار واخدين الشكل اللي قدامكم ده. ومن العادات المتبعه عند بناء اي مكان زي مراكز تجاريه او مستشفيات او حتى مباني حكوميه بتحط قدامها رمز او تمثال مميز بيميز المكان او بيعبر عن المكان اللي انت هتدخله زي فكره اللوجو كده. لكن لو انت رحت مطار دنفر اول حاجه هتتفاجئ بيها عند مدخل المطار حصان كبير، والحصان ده بيحمل اسم بلوسفير. والحصان او التمثال اللي قدامكم ده سمعته تقريبا وحشه، او القصه اللي بتحكي قصه التمثال مش كويسه شويه،
التمثال ده تقريبا طوله 32 قدم، واللي صمم التمثال الفنان لويس خيمينيز. ولويس وهو شغال في التمثال الضخم ده، رأس التمثال وقعت على رجله قطعت شرايينها، وعليه عانى لويس كتير جدا لحد ما مات بسبب الإصابة اللي سببها وقوع رأس التمثال على رجله. وساعتها يقال اللي كمل التمثال بعده هو ابنه. قصة التمثال الحزينة هي مش الشيء الوحيد اللي عمل سمعة وحشة عن التمثال، التمثال كله على بعضه غريب. يعني مثلا جسم الحصان لونه أزرق، وعيون الحصان كريستالية وبتشع لون أحمر متوهج، وتم تسمية الحصان باسم بلوسفير، وكلمة بلوسفير مشتقة من كلمتين اللي هما تعال اشرحهم لك. التمثال بيجمع بين اللون الأزرق اللي هو بالإنجليزية بلو، واسم الشيطان اللي هو بالإنجليزي لوسفير. خدوا الكلمتين وضموهم على بعض فتسمى الحصان باسم بلوسفير أو الشيطان الأزرق. ويقال برضو عن قصة الحصان، هو الحصان الرابع المذكور في سفر الرؤيا واسمه الموت. وعلى الرغم من التمثال انتهى بناؤه من فترة طويلة، إلا أن تم الكشف عنه سنة 2008، ولحد دلوقتي التمثال هتلاقيه بيشع نور أحمر من عينه، وممكن تشوف النور ده من مسافة بعيدة. والحصان برضو ليه لقب تاني بيسموه الحصان الشيطان. كده احنا خلصنا من مدخل المطار وحصان الشيطان اللي محطوط عليه. تعالوا بقى ندخل للمطار نفسه. المطار من جوه بصراحة حاجة مبهرة، ألوان متناسقة، قاعات ضخمة. بس تعالوا بقى ندخل للقاعة الكبيرة اللي اسمها ذا جريت هول، وده نفس اسم القاعات الماسونية في المحافل الماسونية. أول ما هتدخل القاعة هيشدك اللوحة الفنية العملاقة اللي موجودة جوه القاعة، ولو دققت فيها هتلاقيها كلها لوحات غريبة، وإنها ما ينفعش تحط جوه قاعة في مطار. زائد هتلاقي كلمات كتير مكتوبة على الحيطان زي الحرب، العنف، الموت، وكلمات باللغة العربية زي كلمة السلام. من اللوحات الفنية الغريبة اللي موجودة في المطار هي لوحة نهاية العالم، واللوحة دي بتحكي عن إن البشرية هتعاني من مشاكل وحروب دموية لحد ما هيجي المسيخ الدجال عشان ينقذ العالم ويعم السلام علينا من جديد. وفي لوحة تانية عملاقة بتصور لنا معارك البشر عبر التاريخ، ولوحة تالتة زي جندي نازي بيوجه بندقيته اتجاه ناس عزل أو أبرياء، ولوحة تانية الأم بتبكي وبين إيديها طفل رضيع، ولوحة غريبة جدا لأطفال مختلف الأجناس والأعراق، وصور لأسلحة وسكاكين. لوحة كده تقعد تفكر ليه حاطين لوح بالبشاعة دي جوه صالة مطار. ومش بس كده، ده في جداريات ولوحات كبيرة جدا لرسومات لمخلوقات فضائية، أو بالأصح لسكان وفي الأرض أو الكائنات الرمادية، وكنت عامل عنها حلقة قبل كده، اللي بتكون عينهم واسعة ولو بصيت للوحة دي هتحس إن الكائنات بتبصلك. ونختمها بتمثال مرعب اللي قدامكم ده. ده تمثال غريب خارج من شنطة سفر، والتمثال اللي قدامكم ده تمثال لشيطان، أو بيسموه برضو غير كلمة شيطان الجرغولات. أنا مش عارف يعني معنى الجرغولات، أنا ببحثش عنها، بس ده الاسم المشاع ليه. هو عبارة عن شيطان بيخرج لك من شنطة سفر. في النهاية بصراحة اللوحة دي المفروض تتحط في متحف للرعب مش جوه صالة مطار. ممكن تبقى الأمور سهلة لو أنت شفت الرموز أو الرسومات دي جوه مطعم أو متجر أو مقهى، ساعتها هيكون عندك حرية الاختيار بإنك تقعد أو تقوم تمشي من المكان اللي أنت قاعد فيه. لكن تتحط الحاجات دي في مطار كبير بالحجم ده وكمان الناس بتقعد فيه بالساعات، ده الشيء الغريب. وانت قاعد بتلاقي نفسك مجبر تتفرج على اللوحة دي لحد ما واحدة واحدة هتلاقي نفسك تتقبلها نفسيا بدون وعي ولا إراديا. فالأمر في الآخر ليه مغزى معين، مش مجرد لوح محطوطة باختيار عشوائي. ولدرجة انك لو رجلك خدتك لأي مكان في المطار هتلاقي حاجات كتير ولوح جديدة وغريبة. والمفاجآت هنا لسه ما خلصتش. لو انت ماشي على أرضية المطار وبصيت تحت رجلك هتلاقي كلمات كتير بلغات كتير محفورة على أرضية المطار، زي كلمة ديزيت ديت جيل، وهي معناها بلغة الهنود الحمر الجبل الأبيض، وده الجبل المقدس عند الهنود الحمر، والمقصود به جبل بلانكا الموجود بولاية كولورادو، وده جبل من الأماكن المقدسة في ثقافة الهنود الحمر على حسب معتقداتهم. وللغريبة برضو ان المعتقد ده بيؤمن به عراب الماسونية ألبرت بايك، وهتلاقي كلمة برضو زي كلمة MT لوش، وبتعني الجبل الأبيض بالأسبانية، وهي دلالة على جبال بلانك في فرنسا، وده المكان اللي وقع فيه فرسان الهيكل ميثاقهم. وبرضو من الرموز الغريبة اللي هتشوفها بسير الجدل هو رسم حروف زي الحروف اللي قدامكم دي AG وAU، هتلاقيهم مكتوبين على الأرض. علميا الرمز AG بيرمز للذهب، والرمز AU بيرمز للفضة، والذهب والفضة في الماسونية بيرمزوا للقوة والسلطة. برضو بتقول لنفسك ايه علاقة رموز الكلمات إلا على الأرضية بمطار؟ نسيب السؤال دي للآخر. تحت المطار بقى
هو اللغز الأكبر. لو نزلت تحت المطار هتلاقي العمال بيتعمدوا يلبسوا أقنعة على شكل فضائيين وبيقولوا كنوع من السخرية والهزار، لدرجة إن في أكتر من قناة تلفزيونية طلبت إنها تصور تحت المطار. وبسبب الضغط الإعلامي والأشاعات اللي طلعت على المطار، وافقوا مسؤولين المطار لقناة فضائية تيجي تصور عندهم تحت المطار. وبالفعل جت قناة تلفزيونية عشان تصور تحت المطار، وكان في واحد من المسؤولين مرافق مع المذيعة، والمسؤول فعلا خدها في جولة في أنفاق المطار. وبعد ما انتهت من الجولة سألته المذيعة سؤال: أنت أخدتني لكل الأماكن اللي موجودة في الأنفاق؟ رد عليها المسؤول وهو متوتر شوية، قال لها طبعا طبعا. بعدها سكتت المذيعة وابتسمت كده ابتسامة صفرة، لأنها عارفة اللي شافته هو جزء صغير، أو إن اللي شافته هو المصرح ليها إنها تشوف. وقالت المذيعة في ختام لقائها إن المساحات والأنفاق اللي موجودة تحت المطار أكبر من المطار نفسه بكتير. وكان واحد من الصحف كتبت مقال ليها إنها لما زارت مطار دنفر استقبلهم عدد من المسؤولين واخدوهم في جولة صغيرة في المطار، وكان ساعتها الصحفيين عندهم أسئلة كتير عن الرموز أو اللوح أو التماثيل أو كل الحاجات الغريبة اللي موجودة في المطار. لكن المسؤولين ما كانش عندهم غير إجابتين، الأولى بتبقى إجابات غير مقنعة، والتانية يردوا بأنهم مش مسموح ليهم الإجابة عن أسئلة بالنوع ده. ولحد دلوقتي مسؤولين المطار بيأكدوا أن تحت المطار هي أنفاق عادية وما فيش أي شيء غريب داخل المطار. لكن كان في عالم جيولوجي اسمه فيليب شنايدر، وعلى فكرة فيليب شنايدر كنت عامل برضو عنه حلقة قبل كده، كان ليه رأي تاني في الموضوع ده. كان فيليب ساعتها بيشتغل مع الحكومة الأمريكية، وهو واحد من العلماء القليلين اللي أكدوا أن اللي تحت المطار هو أخطر بكتير من اللي احنا فاهمينه، وبأن في تجارب سرية بتقوم تحت المطار، وأن المباني الخمسة اللي تحت المطار تم ربطهم بممرات سرية، وتم إنزال ما يقارب 14,000 ميل من الكابلات الكهربائية، وكلها محطوطة في المخازن الضخمة اللي موجودة أسفل المطار. وقال فيليب إن اللي موجود تحت المطار مستويات عالية جدا من الطاقة الكهرومغناطيسية اللي هو تعرض ليها شخصيا. وبيعتقد البعض إن مطار دنفر هو في الحقيقة قاعدة عسكرية سرية أو مقر سري لحماية نخبة المشاهير في حالة حدوث أي كوارث. وانتشرت النظرية دي بسرعة، خصوصا لما اشترى كتير من ملوك العالم زي الملكة إليزابيث وابنها الأمير تشارلز وغيرهم كتير من الملوك اشتروا ملاجئ حوالين المطار. كان أمر غريب إن ملوك وناس من نخبة المجتمع يشتروا ملاجئ في صحراء قاحلة. كان في كلام تاني بيقول إن مطار دنفر ربما يكون لمصنع لأسلحة سرية، ونظرية تانية بتقول إن المطار ما هو إلا قاعدة شبيهة بالمنطقة 51، والمنطقة 51 عليها كلام أكبر بكتير من الكلام اللي بتقال على مطار دنفر. وبرضه بيقال إن المطار ده طلعت عليه إشاعات كتير، زي إن كان في مرة أطباق طير كانت طايرة فوقيه، وكان آخرها سنة 2018. والأغرب بقى أن المطار مبني جنبه مقر قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية المسؤولة عن حرب الفضاء والتوابع الفضائية. أيا كان النظرية الصح فين، فإن الحاجة الوحيدة المؤكدة أن كل ده برعاية النظام الماسوني. ولو قلنا أن كل الحاجات اللي موجودة تم ربطها بمحض الصدفة، أو أنه يا سيدي ده شيء عادي وإحنا خيالنا واسع، هتقول إيه لما جيب لك الصورة دي؟ والصورة دي هي اللوحة، أو زي ما بيسموها في أمريكا الكبسولة، والكبسولة دي اللي بتكتب فيها تاريخ فتح المطار والمشرفين عليه. إنما كبسولة مطار دنفر مكتوب عليها سيفتح هذا المطار بتاريخ 13/9/1994، وعندما يفتح سيكون هناك سر كبير تحته، وسيكون رسالة وذكرى سكان كولورادو لعام 2094. وتحت الكلام هتلاقي رسمة المثلث أو الشعار الخاص بالماسونية، وتحت الشعار مكتوب بإشراف لجنة مطار العالم الجديد، وممول المطار هي لجنة العالم الجديد. ولو بحثت يا صديقي عن لجنة باسم العالم الجديد مش هتلاقي معلومة ولا أي مصدر عن لجنة العالم الجديد. هنا هيجي في بالك سؤال: مين المؤسسة دي اللي دفعت 4 مليار دولار ومش معروفة؟ وبتسمى برضو مطار دنفر انه واحد من الاماكن المسكونة، على حسب كلام ناس كتير صرحوا بانهم لما زاروا المطار ده حسوا بعدم ارتياح وهم في القاعة الرئيسية، وجالهم احساس ان في شيء بيراقبهم وبيحسوا ان في ناس بتمشي حواليهم. ويقال برضو ان المطار ده اتبنى فوق مقبرة مقدسة للسكان الاصليين لامريكا، وان ارواحهم
تتجول في المكان. وبيتصنف مطار دنفر ضمن أكتر المطارات المرعبة في العالم. العجيب في الأمر إن عمال المطار حطوا أكتر من لوحة جوه المطار بتسخر من اتهام الناس ليهم بأنهم شغالين مع الماسونية. ولكن لما الناس بتروح تسألهم بخصوص الرموز واللوحات أو بسبب وضع اسم الماسونية أو شعارها على لوحة الافتتاح، كلهم بيسكتوا وما فيش أي إجابة. ونرجع بقى لكبسولة الزمن، برأيك إيه المستنينا أو إيه السر الكبير اللي موجود تحت مدار دنفر؟ وإيه السبب الحقيقي لبنى المطار ده؟ وإيه بقى اللي مخبيه المطار وهيظهر سنة 2094 لسكان كولورادو؟ وبهنا نكون انتهت حكايتنا. أتمنى الحلقة تكونوا استمتعتوا بيها وبأحداثها المثيرة. ولو الحلقة عجبتكم أتمنى أنكم تدعموني باشتراككم في القناة. وقدامكم دلوقتي حلقات جميلة وغريبة أنا مختارها لكم، وانتظروني في حلقات تانية كتير. وكان معاكم أحمد.